رايعة من عيدوني، وضربة جزاء، ضربة جزاء للمنتخب التونسي. يا سيف الدين يا جزيري، يا سيف يا جزيري، فركيز كبير من اللاعبين الجزيري. لا 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 يا الجزيري لا، بعد يوسف المساكني سيف الجزيري. وكورة حاسمة بانجور على يسار بشير بنسك، إعادة للصاروخية العابرة للقارات الجيكية ما تمتشي، توزيع خطيرة والتسويق، والهدف الأول للاعب جاي، هذا اللي خفنا منه. اتشالو البدير اتشالو، صاروخية من العاصمة بانجول تغارد بشير بن سعيد، وتأتي الانتصار لمنتخب غامبيا اللي أكد أنه منتخب يستحق المركز الثاني والصمت.